Wir gehen jetzt auch nach mir.
شفتي بتسمعي وانا بحبك تراهني بتضلي جعيدة ليه بحس حدا يحط ايده بعده فانا ما بقرب عليه ما بحبه بحب بس يحكي ويقول غير يعني صوته بيزعجني العاده هيك مستفز بيستفزني بس اوقات بحب اسمعه عم بنون تخيلي بابا عم بتنون علموه شوفوا انه بيصير يعملها الله حياة الله بدي عملهم مياو قدامه كذا مره بيصير يقولها بيصيروا وحياتك سألهم جرب طبايزة شو يعني طبايزة؟ يعني بتغنجية يعني عليك غاز طبوشة يعني طبوشة طبوشة بطية نحن نقول اوكي بطية انتوا قراب حكيكم تونس ومغرب؟ لا لا انا والجزائر شوي شوي لانه ايه انا لانه تونس بحب افهم تونس أكثر. بيحكوا هيك عروه يعني قلت لها شو خلي يا ميمتي وشو يا ميمتي يا ماما هيك بتقلوا بالكلام نحن او كوتخي بسرعه زفا شو هيدا صريح؟ لا انا هي لما نحكيهم مثل ما نقولش مثل ما نقولش مثل اللي مش نعيد قلت اليسا لا هي اليسا بتخلص مثلا مثلا بدي تسالك عم تشربي بيبسي إيه مثلا عم تشربي بيبسي يعني فيها علامه استفهام بالاخر عرفتي يعني بدل بوان دانتروغاسيون بيبسي حتسمعينا يا اليسا ولا انا كنت جاي بس اتحدث ناطره انتم تسمعونا كل سمعتها لو لو هيدا اختراع مين؟ هيدي كانت طلاب كل واحد زبط جمله قال لو وشو يعني لو دمعاتي ماشي لو دمعاتي حبوب لولو لو دمعاتي حبوب لولو كنت ركضتي وراكي كنت ركضتي وهون الحلبة الشعر الجديد انه صعب الفهم